طلبات الرد هي مفروض شيء قانوني، كانت تطلع قبل بيومين وثلاثة. شفنا حسن نصر الله طلع مرة قال اسم الله القضاء شو نشيط، بطلت تطلع طلبات الرد بيومين وثلاثة. هذا نحن بنعتبره تهديد صراحة مباشرة للقضاء، بنعتبره انه القضاة اللي عم بتماطل عم ترضخ للضغط السياسي والحزبي خاصة من حسن نصر الله. هالوسائل رح نعرض عليكم، بتأكد انه جيش اللبناني ب 20 تموز بلغ بخطورة النترات مثله مثل رئيس الجمهورية، مثل رئيس الحكومة، مثل مدعم التمييز، اللي كلهم قصروا بشغلهم وزيد عن هيك قصر الجيش. نحن عم نحكي على الجيش اليوم لسبب واحد، انه في شيء اسمه العميد فواز اللي هو عمل تحقيق اولي بعد ما طلع الانفجار، والعميد فواز بعده لهلا عم يعطي معطيات مزورة للتحقيق، حتى عم يعطي معلومات مزورة للقضاء اللبناني. هاي الورق الحين مبينة صراحة، هلا بالتفاصيل بتبين. تحقيق الجيش مزور، تحقيق الجيش مش حاكي، تحقيق الجيش مش حاكي بتحقيقه انه الجيش اللبناني تبلغ، هيدي واحد. تحقيق الجيش مش حاكي مديرية المخابرات تبلغت وقت فات الباخرة وقت تموافقة، لو الجيش اللبناني وقتها رفض تفويت الباخرة، الباخرة كانت مش رح تفوت. تاني شغلة، ب 20 تموز قبل الانفجار ب 15 يوم الجيش مثله مثل غيره تبلغ، الجيش مثله مثل غيره بيتحاسب. نحن مش عم نوقف هون وقت ضد اي سياسي واحد، نحن عم نوقف ضد الكل. فمثل ما الجيش مقصر وهلا بين معنا مقصر، لازم يتحاسب مثله مثل غيره. وسيط الجيش بيكون وقت يكون الجيش عم يعمل شغله المضبوط، مش سيط الجيش فوق الكل، لا سيط الجيش بس الجيش يشتغل مضبوط.